بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء طلاب الصف السادس في مدارس العبير الأهلية، ما زلنا في الفصل العاشر ومع الدرس الثاني وهو مساحة متوازي الأضلاع. فكرة الدرس إننا أجد مساحة متوازي الأضلاع، والمفردات اللي بناخدها اليوم إن شاء الله تعالى هي القاعدة والارتفاع لمتوازي الأضلاع. تعال نتعرف على هذه المفردات لمتوازي الأضلاع اللي هي القاعدة والارتفاع. نعم، مع بعض نرسم متوازي أضلاع. أمامنا الآن متوازي أضلاع، وعرفنا أن متوازي أضلاع هو أحد أفراد عائلة الشكل الرباعي، وخدنا خصائص متوازي أضلاع نذكرها مع بعض: الأضلاع المتقابلة متوازية ومتطابقة، والزوايا المتقابلة متطابقة، يعني لها نفس الإيه؟ القياس. يبقى هذا الضلع يطابق هذا الضلع ويوازي، وهذا الضلع يطابق هذا الضلع وإيه؟ ويوازيه. لو خدت أي ضلع من أضلاع متوازي أضلاع ممكن أسميه قاعدة متوازي الأضلاع. يبقى قاعدة متوازي الأضلاع هي إحدى إيه؟ أضلاعه. فلو خدت هنا قاعدة ده تسمى القاعدة الموازية لها. لو خدت هذا الضلع قاعدة تسمى القاعدة الموازية لها. طيب إيه هو الارتفاع؟ هو البعد بين القاعدتين المتوازيتين. البعد بين القاعدتين المتوازيتين يعني ايه بعد؟ يعني عمود على القاعدتين. يعني ايه عمودي؟ يعني يصنع مع القاعدتين كل منهما زاوية كام؟ 90 درجة او زاوية قائمة. تعالى مع بعض هناخد ان هذا الضلع هو قاعدة، ونشوف ازاي برسم ايه ارتفاع متوازي الايه الاضلاع. هنا ايوه هذا البعد، قلنا البعد لازم يكون ايه؟ زاوية قايمة، لابد كده. طب لو كان مايل ده يعتبر ارتفاع؟ طبعا لا، هذا مايل لأن الزاوية دي ليست قائمة، يبقى ما يصلح هذا ارتفاع. احنا قلنا الارتفاع لابد يكون ايه؟ عمودي على القاعدتين، أو يكون يصنع زاوية قايمة مع الايه؟ مع القاعدتين المتوازيتين. ممكن بقى ارسمه هنا أو ارسمه هنا، أو على امتداد القاعدتين، يعني أمدي القاعدتين وأرسم ارتفاع من جهادي أو ارتفاع جهادي، مفيش أي مشكلة. المهم هنا البعد يكون هنا بعد، يعني يكون عمودي بهذا الشكل، سواء هنا أو بره هنا أو هنا. تعال نمد القاعدتين، ممكن يرسم ارتفاع هنا أو ارتفاع في هذا الاتجاه، طالما محصور بين القاعدتين المتوازيتين أو امتداد القاعدتين المتوازيتين. أول هذا يسمى امتداد القاعدتين الايه المتوازيتين بهذا الشكل. ممكن بقى نرسم من هنا، نرسم من هنا، من هنا، من هنا، من اي اتجاه، طالما ايه البعد يكون بين القاعدتين المتوازيتين أو امتداد القاعدتين المتوازيتين. كل ده أشكال مختلفة لارتفاع متوازي الأضلاع، وكل هذه الارتفاعات لها نفس الطول، يعني متطابق. كل هذه الارتفاعات اللي بترسم أمامك كلها لها نفس الإيه؟ لها نفس الطول. يبقى سواء هذا ارتفاع، انا عايزك تتخيل شكل الايه ارتفاع متوازي الاضلاع، مش هذا فقط ولا هذا فقط ولا هذا فقط، من خارج متوازي الاضلاع بالايه بالكامل. بعد ما اتعرفنا على ارتفاعات او ارتفاع والقاعده للمتوازي الاضلاع، تعالى مع بعض بقى ندخل على الدرس اليوم، هو مساحه متوازي الاضلاع. احنا خدنا المحيط وقلنا المحيط هو طول الخط الذي يحيط بالشكل، وخدنا بعد كده في صف رابع وخامس مساحة المعين المربع ومساحة المستطيل. تعالوا نعرف مفهوم المساحة. لو أنا عندي هنا متوازي أضلاع الملون أمامك الآن، هذا يسمى جزء الملون، يسمى سطح متوازي الأضلاع. قياس هذا السطح يسمى مساحة متوازي الإيه؟ الأضلاع. طيب تعال مع بعض كده إزاي إيه نحسب مساحة متوازي الأضلاع. لو خدنا هذا الضلع وسميناه قاعدة،
طيب الارتفاع يكون فين؟ اه عمود عليها، لازم يكون ايه عمود عليها، بسميه ارتفاع المرافق لهذه القاعدة، يصنع زاوية ايه قيم. لو خدنا هذا الضلع قاعدة، الارتفاع يكون عمود على القاعدة، اه لازم يكون عمود على القاعدة ويسميه ارتفاع. طب انا عندي هنا قاعدتين وارتفاعين، هنا القاعدة دي اطول من دي، لاحظ ان ارتفاعها الاحمر اصغر من ارتفاع الاخضر. مهم جدا تعرف القاعدة وارتفاع المرافق لها، أو هنا القاعدة الأولانية هي فين ارتفاع المرافق لها، الأحمر ولا الأخضر؟ طبعا الأحمر. القاعدة الثانية ارتفاع المرافق لها هو مين؟ هو الأخضر. تمام. طيب بعد ما عرفنا كل قاعدة والارتفاع، نعرف قاعدة مساحة متوازي الأضلاع. لو ضربت القاعدة في الارتفاع هيديني مساحة متوازي الإيه؟ الأضلاع. يبقى مساحة متوازي الأضلاع بتساوي طول القاعدة ضرب الارتفاع. اي ارتفاع؟ لا، المرافق لليه؟ للقاعده. المرافق للقاعده، يعني القاعده دي مع ارتفاع الاحمر، القاعده دي مع ارتفاع الايه؟ الاخضر. طب احنا عارفين ان الرياضيات لغه الرموز، ممكن نقول ايه المساحه ميم والقاعده قاف والعين ارتفاع، يبقى ميم تساوي قاف ضرب عين. الميم مساحه، قاف قاعده، عين ايه ارتفاع، وممكن نحذف الايه علامه الضرب اللي احنا عارفين دلوقتي معناها ضرب. يبقى الميم تساوي قاف فين؟ المساحة تساوي القاعدة في الايه؟ في ارتفاع. تعال مع بعض بقى نحل مسائل على هذه القاعدة. أول المساحة الآن، مساحة متوازي الأضلاع، أول حاجة نكتب قاعدتي هي مساحة تساوي القاعدة في ارتفاع. فين القاعدة؟ فين الزاوية القائمة؟ الزاوية القائمة، يبقى هنا دي قاعدة وهذا يسمى ايه؟ ارتفاع. فهنا مفيش سنتي، هيعطيك وحدات، ده يسمى وحدة. طول القطع الصغيرة دي تسمى وحدة. فهنعمل ايه؟ نشوف القاعدة نعدها كم وحدة، نعد ازاي هنا؟ كده وحدة، واحد، كده اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، يبقى اكتب ستة، وأضرب، ارتفاع تعالى نعد يلا، ده واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، يبقى 8 وحدات. قول يساوي واضرب 6 ضرب 8، مراجعة جدول الضرب مهمة جدا. طيب ده يسمى وحدة وده يسمى وحدة، ضربت وحدة في وحدة. يبقى وحدة مربعة أو وحدة أس إيه؟ 2، زي ما خدنا القوة في بداية الفصل الدراسي الأول. تعال نشوف السؤال الثاني الآن. نكتب الأول قاعدتي، مساحة بتساوي قاعدة في ارتفاع واللي يساوي، فين القاعدة الآن؟ أشوف الزاوية القايمة، أه دي الزاوية القايمة، يبقى ده ارتفاع، يبقى دي قاعدة، يبقى دي ليست قاعدة، هو جايبها لك كده عشان نشوف أنت فاهم ولا لأ. يبقى مش أي رقم تاخده، شوف الزاوية القايمة أهي. فدي ارتفاع وهنا الايه؟ وهنا القاعدة، من هنا لهنا، مش لغاية هنا لا، من هنا لهنا. طيب يبقى القاعدة عندي كام؟ 20، وانزل الضرب واضرب ايه الارتفاع ايه؟ 11، وانزل الصفر ويبقى 2 في 11 ب 2 وايه؟ و20. طيب يبقى 220، واكتب ايه؟ سنتي في سنتي، يبقى سنتيمتر ايه؟ مربع. سنتيمتر دايما المساحة تكون اخرها ايه؟ مربع. شفت تحكم فيمك؟ يلا كتبنا قاعدتي اهي، اهو مش لازم نكتب الضرب الان، اهو تساوي القاعده بتاعتي اهي الزاويه القايمه، يبقى دي قاعده نعدها 1 2 3 4 5 6 ايه 7، وهنا طبعا ضرب وارتفاعي اهوت، هذا 1 2 3 4 5 و7 ضرب 5 يساوي كام؟ 35 وحده ايه مربع. هنا نكتب قاعدتي الاول، المساحه تساوي قاف ايه يساوي، هنا القاعدة زاوية القايمة اهي، يبقى ده ارتفاع، يبقى ديت ايه قاعدة، يبقى 4 ضرب كام؟ 16، واضرب واطلع الايه الناتج، هيديني 64 متر ايه متر مربع. تعال نشوف هنا ايه، هنا محل السجاد، يعرض السجادة الجميلة دهيت، في وسطها شكل اسود اهوت، هذا الشكل ايه؟ ايوه متوازي ايه اضلاع. عايزين نحسب مساحه هذا الجزء الايه الاسود. اكتب قاعدتي الاول، المساحه تساوي قاف عين قول يساوي ده الايه ده القاعده في الارتفاع، هذا هو الارتفاع او هذا هو الارتفاع، زي ما خدنا رسم الارتفاعات المختلفه اللي متوازي اضلاع من شويه. طيب يبقى هنا الارتفاع كام؟ 4، والقاعده كام؟ 1 وربع، 1 وربع ضرب ايه ضرب 4 قول يساوي. طبعا ما حدش يقول دي صعب، لا احنا خدنا قبل كده ضرب الايه القصور والاعداد الكسريه، تراجعها ان شاء الله تعالى. هنا
أحول هذا إلى كسر غير فعلي، 1 × 4 ب4 زد 1 بكام؟ 5، يبقى 5 × 4 ضرب بكام؟ 4، دي تعتبر مقامها 1، وتختصر 4 × 4 هيدي بقى لي كام؟ 5، وتضرب 5 × 4 ب20، قسمة 4 يديني برضو كام؟ 5، واكتب ايه؟ متر ايه؟ متر مربع. تعال مع بعض شوف تحكم فيمك، عايز هنا مساحة الايه الصورة داخل هذا الإطار. الصورة البيضاء ديت على شكل ايه؟ متوازي ايه؟ أضلاع. نكتب القانون بتاعي، فين الزاوية القايمة؟ هيبقى ده ارتفاع، وديت ايه؟ قاعدة، أو دي قاعدة، هي نفسها. طيب القاعدة بتاعتي بتساوي كام؟ 18.4 ضرب ارتفاعي 11 وايه؟ و7، تحط دي طبعا فوق هنا في الهامش، ودي تحتها، وتضرب وتراجع درس ضرب القصور العشري. القصور العشري مهم جدا تراجع. تضرب وتطلع الايه؟ الناتج، واكتب ايه؟ سنتيمتر ايه؟ سنتيمتر مربع. تعال مع بعض بقى نراجع الدرس. يبقى كده انتهينا من موضوع الدرس، هنحل مسائل تأكد مراجعة على الدرس. هنا اكتب قاعدة الاول، تكون حافظها، قاف ضرب عين قول يساوي، نعد يلا، دي اللي ايه؟ الزاوية القايمة، هذا ارتفاع وهذا ايه؟ قاعدة. هذا 1 2 3 4 5 ايه؟ 6 ضرب ارتفاعي 1 2 3، وسهلة بقى دي، الضرب سهل، 18 وحدة ايه؟ مربعة، يعني أس 2. هنا اكتب قاعدتي اهيت، ايوه، يساوي الزاوية القايمة، دي قاعدة ودي ارتفاع. ما حدش يقول القاعدة غير موجود، لا هي موجودة اهي، ما هي دي نفس دي، قاعدتين متوازيتين لهم نفس الطول. يبقى هنا القاعدة كام؟ 10، وهنا ضرب ارتفاعي 5، يبقى بيساوي 50 ايه؟ سنتيمتر ايه؟ مربع. هنا اكتب قانون الاول اهوت، قول يساوي الزاوية القايمين، يبقى دي ارتفاع، يبقى دي قاعدتي، دي مالوش دخل الان. يبقى قاعدتي كام؟ 11، وهنا علامة الضرب في 7، هيعطيني كام؟ 77 ايه؟ متر ايه؟ متر مربع. نشوف سؤال رقم 4، اوجد مساحة متوازي اضلاع قاعدته 15 وارتفاعه 21 وثلث. كتبنا القانون الأول حفظناه، القاعدة عطى لك القاعدة كام؟ 15، وهنا علامة الضرب وارتفاع طول ضرب ايه؟ القصور والأعداد الكاسية، تراجعها مهمة جدا. ده تنزل الآن 15 اهيت، يعتبر مقامها 1، وده أضرب بقى 21 × 3 63، تادي 2 وكام؟ 5 وايه؟ 65. اختصر بقى اي طريقة تعجبك. هنا اعتادها في الواحد، اعتادها في الخمسة، يبقى اصبح المقام 1. اضرب 5 × 65 تضربها وتطلع الناتج، اديني كام؟ 325، وهنا ايه؟ سنتيمتر ايه؟ مربع. ناتي على اخر ده سؤال، اوجد مساحة متوازي الاضلاع. كتبت الايه؟ القاعدة، ويساوي هذا الزاوية القايمة، ايوه ده ارتفاع، يبقى قاعدتها على طول مباشرة، يبقى قاعدتي كام؟ 2.6، وهنا ضرب وارتفاعي 5.1، احطهم تحت بعض واقرر تراجع درس ايه؟ ضرب القصور العشري. يساوي وتضرب وتضع الفاصلة طبعا بعد الرقمين، واكتب هنا ايه؟ سنتيمتر ايه؟ مربع. وبكده يكون وصلنا لنهاية ايه؟ الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.